في الكورس ده هنعرف مع بعض خطوة بخطوة ازاي تنشئ موقع فري ويب سايت على منصة ويكس، بمعنى انك لو مبتدئ وده اول ويب سايت تعمله، فبمجرد ما هتشوف الكورس ده هتقدر تصمم موقعك بنفسك في اقل من ساعة. كل ده هيبقى باستخدام البيج بيلدر المتطور من موقع ويكس اللي هيساعدك انك تبني موقعك دراج دروب، يعني مجموعة من المكونات بتسحبها وتحطها في الويب سايت، زي ممكن تحط مثلا تكست او تحط صورة او تحط فيديو او كونتاكت فورم. فتأكد انك تشوف الفيديو من البداية للنهاية عشان تطبق نفس الخطوات وتوصل تقريبا لنفس النتيجة. فبالتأكيد انت طبعا محتاج ان يكون عندك ويب سايت، سواء كنت شركة او ديزاينر وعايز تعرض شو يور وورك، يعني تبين شغلك ومهاراتك للناس عشان تبقى افضل حد لما يحتاجوا الخدمة اللي انت بتقدمها. لو ما عندكش اي خبرة في تصميم مواقع الانترنت، فانت مش محتاج تتعلم HTML ولا CSS ولا جافا سكريبت، لان ويكس بيوفر مجموعة كبيرة من التمبلت، ممكن توصل ل 500 تمبلت. تقدر تختار التمبلت اللي تعجبك وتبدأ تعدل عليها بمنتهى السهولة. ولو ده اول فيديو تشوفه لينا في التشانل، اتمنى طبعا انك تنزل وتضغط سبسكرايب. لو الفيديو عجبك متنساش تضغط لايك. يلا نبدأ. في البداية لو حابب تدعم القناة، فأول حاجة هتعملها إنك تنزل في وصف الفيديو وتضغط على الرابط اللي هسيبهولك في الديسكريبشن، على أساس إن أنت تسجل في ويكس من خلالي، وبكده أنا باخد كوميشن لما أنت بتتنقل من النسخة الفري للنسخة المدفوعة، وتعمل أبجريد أو تطور الموقع بتاعك وتبدأ تحجز بقى دومين اللي هو اسم الموقع .com أو .net، وتاخد استضافة من موقع ويكس. طبعا ويكس هو اللي بيقدم لنا السيرفر او الاستضافة، بتكون عليه الاستضافة، ده المكان اللي محجوز عشان خاطر اي حد يدخل على الويب سايت بتاعك في اي وقت من اليوم يلاقي الموقع بيحمل بسرعة. فطبعا هو ده المكان اللي انت حاجزه عشان خاطر تحط عليه الصور الخاصة بيك في الموقع، وتحط عليه الصفحات، وكمان بيأمن لك الموقع من قبل ويكس، وكمان تقدر ترفع فيديوز على السيرفر وتحمل من خلال الموقع. هينقلك الرابط للصفحة ديت، وتقدر تشوف الصفحة وتضغط على Start Now في أي رابط من الروابط اللي موجودة هنا. مثلا هختار Start Now هنا. هينقلك هنا عشان تبدأ تعمل لوجن، فأنت المفروض هتعمل Sign Up الأول. فعندك اختيارين، انت تسجل بالفيسبوك أو بجوجل، أو تسجل باستخدام الإيميل وتكتب باسورد خاصة، وده طبعا اللي أنا برجحه ليك إن انت تعمل كده، واقول له لوجين. باجي من هنا واختار كرييت نيو سايت. اول حاجة هيسألني هنا ايه نوع الويب سايت دوت، فانا هختار مثلا هنا ان احنا هنعمل ويب سايت لادفرتايزنج ايجنسي او شركة تصميم مواقع. مثلا ممكن اكتب له هنا ويب ديزاين فير نيكست. فهنا بيعرض عليا حاجتين، الاختيار الاولاني ان انا اشتغل وابني الويب سايت عن طريق الاي دي اي اللي هو ارتفيشال انتليجنت اللي هو الذكاء الاصطناعي، ببدا اجاوب على مجموعه من الاسئله وبيختار لي تمبلت وبيبني لي الويب سايت. فانا عايز ابني الويب سايت بنفسي، فهختار ان انا اعمل الويب سايت عن طريق الويكس اديتور. وهنا بيقول لي ابدا اختار، طبعا هنا في اكتر من 500 تمبلت موجوده، فانا هقول له هنا اديت ذا تمبلت. طبعا من هنا تقدر تختار التمبلت اللي انت عايزها بمنتهى البساطة وتضغط عليها وتبدأ تعمل edit. وكمان هنا الموضوع منظم جدا، يعني هنا مثلا كاتيجوري زي البيزنس اند سيرفيس تقدر تختار مثلا منه، مثلا لو انت فاشن او اي تخصص ليك هنا هتلاقيه موجود. حتى لو انت مش لاقي التخصص او لسه هتدور عليه، ممكن هنا تعمل سيرش على تمبلت، مثلا ممكن تكتب هنا فوتو مثلا او فوتوغرافر، هيظهر لك هنا التمبلت الخاصة بالفوتوغرافر، تبدأ تختار منها التمبلت وتقدر تعمل لها هنا فيو، تقدر تشوف التمبلت ديت وتقدر تعمل له فيو فول ديمو، تقدر تشوف التمبلت كاملة هنا. لكن احنا مش عايزين نستخدم تمبلت جاهزة، لان احنا عايزين نعرف ويكس شغال ازاي والويكس اديتور دوت بيشتغل ازاي. فانا هختار هنا بلانك تمبلت، وحتى في البلانك تمبلت برضو مديك كذا ديزاين ممكن تختار منها وتبدأ تأديت، لكن انا عايز سكراتش، ستارت فروم سكراتش. فهبدأ اقول له هنا اديت. اول حاجة فتحت قدامنا صفحة بيضة زي ما انتم شايفين، متقسمة لتلات اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو الهيدر اللي بحط فيه اللوجو والمنيو، وده هنا البادي، والجزء الخاص بالفوتر اللي ببدأ احط فيه بعض الروابط المهمة واتصل بنا، او سبسكريبشن فيد اللي هو يتواصل معنا، يعني يسيب الايميل بتاعه وممكن نبعت له رسائل. فتعال نشوف مع بعض هنا
اول حاجة نتعلمها في الويب سايت دوت ان احنا نعمل الستريب. الستريب يمكن هو اهم حاجة موجودة في الويب سايت اللي هو خاص بي ويكس، لان الستريب هو اللي بيمكنني ان انا اضيف مثلا باك جراوند ايمج، او ان انا اقسم الستريب ده لكولوم، فبالتالي احط في الكولوم الاولاني صورة والجزء التاني مثلا تكست. تعال نشوف مع بعض. هضغط هنا واقول له اد، واجي هنا على الجزء الخاص بستريب، هلاقي زي ما انتم شايفين حاجات كتيره موجوده، فانا ممكن اختار منها اول حاجه اللي هو الكلاسيك، وهبدا اضغط على ستريب بيزك خالص يعني عباره عن ما فيهاش اي حاجه، فهقف على الستريب هنا، ومجرد ما هقف عليها بضغط كليك، فهلاقي هنا تشينج ستريب باك جراوند، هضغط عليها، وهنا بيمكنني ان انا احط كلر، ممكن اغير اللون الستريب ديت، او ان انا اضيف كلر بنفسي اهوت اد كلر، وابدا اختار اللون، وبعد كده اقول له اد، فهيتضاف هنا عندي اهوت، واضغط هنا اكس، او اضغط على ايمج واختار صوره من الصور اللي موجوده سواء اللي بيوفرها لي ويكس او بيوفرها لي موقع انسبلاش، موقع مشهور جدا طبعا للصور. ممكن اختار اي صوره من هنا، او اختار بالكاتيجوري مثلا، ممكن اختار اي كاتيجوري كده واضغط على الصورة، ومجرد ما ضغطت عليها اقول له change background، فالصورة اتضافت هنا. طبعا الصورة ديت ممكن اضغط هنا على السيتنج، ولو انا هضيف هنا تكست فبالتالي انا محتاج ان الصورة دي ما تبقاش برايتنس قوي كده، فممكن اقلل الشفافية بتاعتها، وهنا طبعا اقدر اضيف color overlay لون عليها، مثلا لو اخترت اللون دوت وخلي اللون بزيادة، وأقلل الشفافية الخاصة بالصورة، وهنا أغير اللون براحتي. تمام كده يا جماعة، في الإيميج أوباسيتي اللي هي الشفافية بتاعت الصورة، وهنا الكالر اللي هو عليها. هعمل كلوز وأعمل كنترول زد، وأتراجع عن التغييرات اللي أنا عملتها بالكنترول زد. ممكن أضغط هنا وأقول له تشينج ستريب باك جراوند، وأختار باك جراوند تكون فيديو، وويكس هنا بيوفر لنا فيديوهات كتير جدا، ممكن نختار مثلا واتيفر الفيديو دوت، واقول له تشينج باك جراوند، ونفس الحكايه هنا ممكن اختار سيتنج واختار الدوت ديت تبقى زهره او ديت مثلا، وهنا اوفرلاي كلر ممكن تختار لون برضو، وهعمل هنا كلوز، وعشان اشوف التغييرات ديت هعمل هنا بريفيو اهو زي ما انتم شايفين. ممكن نكبر كمان، هقول له هنا باك تو اديتور، واجي هنا على الستريب ديت، وزي ما انتم شايفين ستريتش، بكبر او اصغر الستريب بتاعتي، واجي هنا اقول له بريفيو، تمام، اقول له هنا باك تو اديتور. طيب هلغي بقى الستريب ديت وهختار ستريب تانية، مثلا ممكن اختار اللي هي فيتشر، واجي اختار هنا الستريب ديت من الفيتشر، طبعا ممكن هنا نسكرول ونلاقي حاجات تانية كتير، بس انا هختار ديت، اختار فيتشر وهضغط على الصورة دي. تمام، ضاف لي هنا يا جماعة باك جراوند ايمج، طبعا ممكن اضغط هنا عليها واقول له تشينج ستريب باك جراوند، واجي هنا في الايمج، واجي بقى اقول له ابلود ميديا، واقول له ابلود فروم كمبيوتر، على اساس اختار صوره خاصه بالبروجكت بتاعي، سي مثلا اختار الصوره ديت واقول له اوبن. طبعا هنا ممكن تعمل لها كروب او تعمل لها اديت، وهنا في الانهانسمنت طبعا كل الحاجات ديت انت ممكن تضيف هنا فلتر للصوره برضو نفس الحكايه اهو مثلا، فانا هخليها زي ما هي، واقول له كانسل ليف، وهختار الصوره زي ما هي، واقول له تشينج باك جراوند، تمام. هاخد بقى النص دوت التكست، مجرد ما بقف على التكست بختار يا اما ايديت تكست يا اما جيت تكست ايديا، وديت مش هنستخدمها كتير لان انا ممكن اكتب هنا مثلا ويب ديزاين، ف مثلا ويب ديزاينر مثلا، فهيبدا يعمل لي جنريت لتكست، ممكن اقول له هنا مثلا ويلكم كرييت تكست، بيعمل كرييت تكست، وممكن اقول له مثلا اختار حاجه زي كده واقول له كوبي، او ممكن اقول له يوز تكست على طول اهو، فحط لي السلوجان زي ما انتم شايفين هنا اهو، كرييتيف سوليوشن فور يور ديزاين نيد، بس طبعا الفونت هنا كبير قوي، فانا دبل كليك كده وهخليه بدل ما هو 166 اصغره،
سي مثلا كده وهضغط اكس. آه وممكن طبعا اتحرك بالتكست عادي جدا دراج دروب كده فوق واخليه هنا كده بالظبط في السنتر لما بلاقي العلامة ديت. آه طبعا ممكن اقف عليه برضو دبل كليك كده واغير اللون بتاعه من كلر. ممكن طبعا زي ما انتم شايفين اي لما بتحرك على طول بيتغير الكلر بتاعه، ويعمل اكس. وممكن هنا تعمل هايلايت، وممكن طبعا تخليه لينك او رابط. ممكن هنا تيجي في الافكت مثلا تديله دروب شادو زي كده. تمام آه خلاص. آه فالجزء ده كده ممكن برضو اكسبلور ديت عبارة عن باتون، فممكن تسيبه او يعني هنخليه دلوقتي. وبكده نكون عرفنا ازاي نضيف ستريب. ناقص بقى ان احنا نشوف ازاي نضيف ستريب ونقسمها لكولوم. زي ما انا هنا موجود في الجزء دوت ممكن اضيف ستريب بعديه على طول. ممكن اضغط هنا على الاد واجي مثلا اضيف من الاباوت ستريب زي ديت مثلا. مجرد ما ضغطت عليها زي ما انتم شايفين هنا في كولوم 1 وفي هنا كولوم 2. طيب انا دلوقتي عندي ستريب فيها التو كولوم وعايز اضيف كولوم جديد، فانا بس المفروض الاول اقف على الستريب نفسها، لان انا كده بعمل مانج للكولوم بس عشان اتحرك بيها. هنزل اعمل لها دراج كده تحت، ف كده انا وقفت على الستريب، فهقول له هنا مانج كولوم. هفترض مثلا ان انا عايز لما اجي هنا على مانج كولوم عايز ان انا اضيف كولوم تاني، فهقول له هنا اد كولوم، فضاف لي هنا زي ما انتم شايفين كولوم تالت. وطبعا ممكن اضيف كولوم رابع عادي جدا، بس انا ايه هقول له هنا مانج كولوم، وهاجي على الكولوم ده مثلا واعمل له ديليت، والكولوم التاني دوت اعمل له ديليت، او ممكن اعمل له دوبليكيت. يعني ممكن اختار دوبليكيت هيعمل لي واحد زيه بالظبط بعديه، او الغيه من هنا. موضوع بسيط. او ممكن تتحرك بيه، او يعني مثلا لو انا واقف على الكولوم رقم واحد اهوت ممكن اتحرك بيه اخليه في السنتر. فطبعا يعني دي الميزة اللي موجودة في ويكس، فعلا الايديتور بتاعه ممتاز جدا. فممكن بس اشيل دوت ونرجع للوضع الديفولت. وطبعا كده وضحت بالنسبة لكم. انا ممكن اضيف ستريب من هنا عبارة عن كلاسيك حاجة عادية جدا اهوت، واجي من هنا من الستريب ديت اتحرك بس بيها، بيقول لي دراج هنا انزلها كده شوية، واجي من هنا زي ما انتم شايفين في اللي اوت، وابدأ بقى اختار السنتر والليفت والرايت واقول له هنا اد كولوم، فبالتالي هنا عمل لي تو كولوم اهوت. هاجي هنا بقى على الكولوم ديت هتلاقي هنا في باوندر اتعمل لي، واقول له هنا تشينج كولوم باك جراوند، وابدا اختار اي صوره من الصور دلوقتي مؤقتا، هختار مثلا الصوره ديت، واجي هنا في الجزء دوت واضيف تكست. هضيف تكست ازاي؟ هضغط هنا على الاد، واجي هنا من التكست اختار مثلا هيدنج 2، او ابص هنا على الحاجات الموجوده اللي هو التايتل. ممكن اختار هنا بيج تايتل اهوت. المفروض ان انا بقى بكون مجهز الويب سايت بتاعي ومجهز الحاجات اللي انا هضيفها في الموقع. هنفترض مثلا ان انا هضيف الجزء دوت اللي هو مثلا ده الجزء بتاع الاباوت مثلا، هاخده هنا كوبي وهضغط هنا دبل كليك واعمل بيست، وهعمل دراج هنا للجزء ده كده عشان يبقى على لاين واحد. ممكن اخليه كده على تو لاين. وبعد كده هاجي هنا من اد واضيف باراجراف، واختار مثلا اي باراجراف مثلا سي الباراجراف دوت، واخد هنا الجزء الخاص بالتكست دوت. طبعا ده تكست افتراضي بنجيبه من الموقع دوت اللي هو لوريم ابسون، سيب لك برضو الرابط بتاعه في الديسكريبشن. تقدر تضيف اي نص هنا افتراضي على اساس تبقى حاجز مساحة للديزاين الخاص بيك. وطبعا ممكن تسلكت هنا على النص دوت وتختار الفونت، وانا مثلا هنا سايب لك مجموعة من الفونتات
اللي بيتم استخدامها بكثرة يعني على الإنترنت، مثلا فونت زي دوت لاتو هنا مثلا اهوت، ممكن اخد ده كده كوبي واجي هنا على السايت واختار هنا مثلا، هيظهر لي هنا ممكن لايت و خلاص كده، ممكن اخليه بس بولد شوية عشان يبقى واضح كده، ممكن تكبر الجزء ده عشان يبقى جاستيفايد. تمام كده انا معايا اهو تايتل، واتحرك بيه الجزء ده هنا كده، وطبعا زي ما انتم شايفين ان هو استريتش، يعني انا لو عملت دلوقتي بريفيو هو ده البانر بتاعي، وهنزل هنا للجزء دوت هلاقي هنا اهو الصورة وادي التكست. فدي الميزة اللي انا بتكلم معاكم فيها، ان انا حابب ان انا اوريك ازاي ان انت تبني الستريب او تبني السايت بتاعك بنفسك. زي ما انتم شايفين هنا في انيميشن موجود، لان هنا الباك جراوند دي واخده بارالكس افكت. تعال نشوف مع بعض ازاي بنعمله. باجي هنا اقف على الستريب ديت وبختار هنا سكرول افكت اد، لو ضغطت عليه هختار مثلا البارالكس، او ممكن نختار مثلا بان ليفت. تعال نشوف مع بعض لو اخترنا بان ليفت ايه اللي هيحصل. هقول له هنا بريفيو، وبمجرد ما بتحرك زي ما انتم شايفين في انيميشن بيحصل في الباك جراوند، بتتحرك ناحية الشمال والتكست طبعا ثابت بس باين ان هو بيتحرك. وكمان تعال نشوف مع بعض الجزء اللي بعد كده، ان احنا عايزين نضيف المنيو، وكمان عايزين نعمل سيف للويب سايت بتاعنا. فانا هختار هنا سيف، مجرد ما اخترت سيف هاجي هنا واعمل اديت واختار هنا اسم السايت مثلا يبقى ويب ديزاين، او مثلا ممكن اسميه بي كرييتيف، واقول له هنا دان. جينا للجزء الثاني اللي احنا المفروض هنضيف هنا المنيو واللوجو، بس قبل ما اضيفهم انا حابب بس ان انا اضيف هنا سيكشن تاني زي الويب سايت دوت. زي ما انتم شايفين هنا بيستعرض الصورة بتبقى على اليمين والتكست هنا على الشمال وهنا الاوبزيت او عكسه. فتعال نشوف مع بعض ازاي نضيف سيكشن زي دوت في الويب سايت عندنا في ويكس. هاجي هنا بعد السيكشن دوت وهضغط هنا على علامة البلس، واختار هنا من ستريب، وزي ما احنا متعودين هنختار الكلاسيك. فبعد كده انا محتاج هنا في الستريب بتاعتي ديت ان انا يبقى عندي تو كولوم، فممكن اعمل رايت كليك واقول له هنا اد كولوم اهو تمام، او اجي من هنا من اللاي اوت واضيف ممكن اضيف كولوم تاني، او اعدل مثلا في المساحات الخاصه بالكولوم دوت. فانا هخليه ايكوال كده 50 و50. وطبعا لو جيت هنا من مانج كولوم لو ضغطت عليها اقدر اضيف هنا كولوم تالت اهوت كده، بقى عندي تلاتة، او اجي على الكولوم دوت واعمل له ديليت فبقى عندي اتنين تاني. هاجي هنا في الكولوم دوت واضغط هنا على علامة البلس واختار ايمج واقول له ابلود ايمج، هختار الصورة ديت مثلا واقول له اد تو بيج، صغر من هنا كده. واجي هنا في الجزء دوت عايز اضيف التكست اللي هو متضاف هنا دوت، هاخد مثلا الجزء ده كده كوبي واجي هنا واقول له اد، واختار هنا من تكست تايتل بيج تايتل، دبل كليك كنترول في، وابدا احطه هنا في المكان دوت. يبقى ناقص هنا التكست، هضغط هنا على الاد واختار تكست، بس هختار هنا باراجراف، نختار مثلا اي باراجراف من دولت، وهاخد الجزء دوت من النص وهعمله هنا بيست. ممكن اعلم على النص ده هنا مثلا واختار فونت زي روبوت مثلا، واتحرك كده على اساس يبقى موجود عندي فيه الجزء ده. ممكن طبعا بالالت برضو بتاخد منه نسخة تانية من التكست دوت عندك، وممكن تعمل هنا سيف بعد كده بريفيو، طبعا ده الاسم الخاص بالويب سايت بتاعنا بكرييتيف بعد الدومين الخاص بيا على ويكس. طبعا بيبقى حاطط لك هنا الايميل بتاعك، طبعا انت كل ده هتغيره بعد كده لما تيجي تشتري دومين، هيبقى www.اسم الموقع مثلا bcreativeonline.net او bcreative.com whatever يعني. اقول له publish واقول له visit او view site اهو تمام، ادي الصورة اهيت وادي التكست.
هنا برضو هلاقي ان هو ضايف بطن هنا، فناقص ان انا اضيف البطن عندي هنا. هاجي هنا من الاد واختار بطن واتحرك لحد ما الاقي شكل البطن اللي انا عايزه. سي مثلا هضيف البطن دوت واجي اتحرك بيه هنا كده، وممكن اختار هنا من الديزاين. طبعا ممكن اغير الديزاين بمنتهى السهوله، اختار اي بطن تاني سي مثلا دوت اهو اتغير معايا. وبعد كده ممكن اجي هنا من الانيميشن اختار مثلا الانيميشن دوت وهو بيدخل، وبعد كده ممكن اقف عليه تاني واغير هنا تشينج التكست نفسه. ممكن اكتب ستارت ناو، وممكن اختار هنا من اد لينك على اساس يبقى البطن ده كليكابل لما حد يضغط عليه ممكن يتنقل لصفحة تانية. بس انا دلوقتي لسه ما عنديش صفحات غير صفحة الهوم، هنشوف مع بعض ازاي ننشئ صفحات. او ممكن تخليه مثلا يبقى لينك على ويب ادرس، ممكن يبقى مثلا بيروح على قناة اليوتيوب. هنعمل هنا كلوز كده خلاص، خليه بس يسناب لي الديزاين كده. نعمل بريفيو بسرعة. تمام، هعمل هنا باك تو اديتور، وممكن اقف هنا على البطن واختار ديزاين واعمل انا الكاستم ديزاين الخاص بيا. يعني ممكن اغير الباك جراوند نفسها، ممكن تخليها حاجه زي كده مثلا اللون دوت البلو، وكمان ممكن اغير الهوفر افكت، يعني اول ما تقف على البطن يتغير اللون بتاعه مثلا يبقى. تعال مثلا نختار اللون دوت عشان نشوف، يبقى كده في الريجولر وكده في الهوفر. وكمان ممكن هنا تاد لاير، ممكن تضيف مثلا طبقة زي كده لون تاني مثلا، وتقلل بقى الشفافية فتدمج لونين مع بعض زي ما انت شايف كده. وممكن تيجي هنا من التكست وتعمل مثلا تغير الفونت او مثلا تكبر الفونت شوية، ممكن نخلي مثلا 18. طبعا ممكن تتحكم برضو في الهايلايت الخاص بيه، هايلايت كولر. وممكن هنشوف مع بعض هنا في حاجة هنا اسمها الشادو، ممكن تضيف شادو كمان اهو اد شادو، وتتحكم في المكان الخاص بالشادو عندك ده. طبعا احنا هنا بنضيف شادو للتكست نفسه، ممكن تقلد الديستانس او المسافة، يعني ممكن تتحكم في حاجات كتير جدا موجودة هنا. في ممكن هنا تضيف شادو للبطن نفسه، ممكن تختار هنا اد شادو برضو للبطن نفسه، ممكن تحدد الديستانس المسافة، وهنا البلور او اللي هو التأثير الضبابي دوت، ممكن تتحكم برضو في السايز بتاعه. هنشوف احنا كده وصلنا لايه. ممكن نعمل بريفيو بس بسرعة اهو البطن في الحالة الهوفر زي ما انتم شايفين في انيميشن كده. طبعا كل ما كان البطن بتاعي سيمبل وبسيط كل ما كان افضل طبعا، بس انا هنا بوريك انت ممكن تعمل ايه في الديزاين. حتى احنا هنا لما عملنا في الكاستم احنا غيرنا في الهوفر، لكن احنا هنا في الريجولر اهو التكست ممكن برضو تخلي الفونت كبير هنا. تمام كده يا جماعه، هرجع هنا باك تو اديتور، والمفروض دلوقتي ان انا ابدا اضيف هنا المنيو واضيف الصفحات عندي في الويب سايت. طبعا انا هنا ما عنديش غير صفحه واحده اللي هي الهوم، فهضغط هنا على مانج بيج وابدا اضيف هنا اول حاجه اقول له اد بيجز، وابدا اضيف هنا مثلا صفحه زي الاباوت. طبعا انت بيكون عندك تصور للويب سايت بتاعك كامل، يبقى عندك هنا خريطه الموقع، الصفحات اللي انت هتضيفها، وايه التكست اللي انت هتضيفه في كل صفحه. فسي مثلا انا دلوقتي هعمل صفحه للاباوت، فهنا ويكس برضو بيوفر لي تمبلت جاهزه للاباوت بيج، ممكن نستعرضها مع بعض وممكن نختار منها اي صفحة. زي مثلا اخترت صفحة زي دي، هنا بيعمل لك بريفيو ليها، وممكن تختار هنا اد بيج بيحمل اهو الصفحة عندك، وممكن تغير الرابط الخاص بيها، ممكن تخليها مثلا اباوت اس، وهنا تقول له دن كده. دي اول صفحة نضيفها، وطبعا هنا ممكن تضغط دبل كليك عادي وتبدأ تعدل في الصفحة مباشرة. انا هنا طبعا داخل صفحة الاباوت اس، فهتنقل للصفحة الرئيسية الهوم. تمام، هبدأ بقى اضيف الجزء الخاص بالمنيو، هضغط هنا على علامة البلس واجي هنا هلاقي منيو، وطبعا هنا هتلاقي فيه انواع كتير من المنيو. كل ما بتقف هنا بيستعرض لك هنا الهوريزونتال والفيرتيكال،
فتعال نشوف مع بعض احنا عايزين نضيف هنا الهوريزونتال منيو تكون بسيطه وسيمبل جدا، فمجرد ان انا ممكن اضغط عليها كليك او اسحبها، وزي ما انتم شايفين هنا ظهر البطن الخاص بي اتاش تو هيدر، على اساس ان المنيو دي تفضل على طول موجوده في الهيدر وتظهر في كل الصفحات. فهعمل لها افلات هنا او اسيبها، وطبعا ممكن اصغرها. طبعا زي ما انتم شايفين هو اضاف لي الصفحتين اللي موجودين عندي في الموقع لحد دلوقتي. ولو جيت هنا عملت بريفيو وضغطت هنا على الاباوت اس هينقلني لصفحه الاباوت، وهنا هوم هيرجعني تاني للصفحه الرئيسيه. هرجع باك تو اديتور وهبدا اضيف هنا اللوجو، هضغط هنا على علامه البلس وهختار هنا ايمج واقول له هنا ابلود ايمج ماي ايمج ابلود، وهضيف هنا اللوجو الخاص بي بي كرييتيف واقول له اد تو بيج، وابدا اصغر هنا اللوجو وارفعه هنا كده فوق، واول ما هيظهر برضو اتش تو هيدر على اساس يفضل موجود عندي في الهيدر في كل الصفحات. اتاكد بس انه بقى في السنتر اهوت. لو عملت بريفيو دلوقتي هلاقي اللوجو هنا بس مش كليكابل، يعني لو ضغطت عليه مش هيوديني للصفحه الرئيسيه، يعني انا لو هنا في الاباوت مش هيرجعني برضو للصفحه الرئيسيه. فهروح هنا للهوم، صغر بس الجزء الخاص بالهيدر شويه، هاجي اقف هنا على اللوجو نفسه وهختار هنا من لينك واختار بيجز، وبعد كده اختار الصفحه الرئيسيه اللي هي الهوم، ويفتح في الكرنت ويندو يعني في نفس الصفحه، يعني ما يفتحش في صفحه تانية، واقول له دون، واجي هنا اعمل سيف دون، واقول له هنا بريفيو، اروح بقى لصفحه الاباوت تمام، ادوس بقى على اللوجو اهو نقلني للصفحه الرئيسيه تاني. عايزين بس هنا في الجزء اللي هو الخاص بالستريب ديت يبقى اوبزيت او عكس الجزء ده، يعني الصوره هنا والتكست هنا، يبقى هنا اخلي الصوره في الجزء دوت. كل اللي هعمله ان انا زي ما انا واقف كده على الستريب هاجي هنا من مانج كولوم تمام، واجي هنا من الجزء الخاص دوت هاجي هنا على السهم دوت، كل اللي هعمله هضغط عليه موف رايت فهينقل لي الصوره هنا اهو تمام. هنشوف مع بعض نعمل بريفيو اهو كده عكس بعض، فبين ان الديزاين افضل من الاول. كمان ممكن وانا واقف هنا على الستريب ممكن اختار هنا من اللي اوت واجي هنا من كاستمايز بروبرتي واتحرك بالكولوم على اساس ان انا اخلي الصوره هنا اكبر شويه. تعال نشوف مع بعض هتبقى عامله ازاي. بريفيو هنا برضو شكلها كويس، فانا بوريك يعني ازاي تتحكم في الكولوم والخاص بالستريب بتاعتك. باك تو اديتور واجي هنا على اللي اوت برضو وارجع تاني لايكوال 50 50. نرجع تاني للمنيو ونضغط هنا على مانج بيج، عايزين نعرف مع بعض ازاي ممكن نضيف صفحه تانيه. زي ما انتم شايفين هنا صفحه الاباوت، انا ممكن دلوقتي مثلا ممكن اعمل لها دوبليكيت، يعني ممكن اخد نسخه تانيه منها واسميها مثلا كونتاكت واقول له دن، واضغط هنا واكتب هنا كونتاكت، وابقى انا كده عملت دوبليكيت للصفحه. وزي ما انتم شايفين بمجرد ما عملت لها دوبليكيت اتضافت هنا عندي في المنيو. ممكن اجي هنا تاني من مانج بيج وممكن اقف على اي صفحه، مثلا صفحه زي الاباوت، واخلي الصفحه ديت هي تبقى الصفحه الرئيسيه الخاصه بالويب سايت بتاعي. ده طبعا عن طريق ان انا اضغط هنا على سيتنج واجي هنا من ميك ذيس يور هوم بيج واقول له سيت، هتلاقي هنا الرمز اللي هو البيت دوت ظهر جنب الاباوت اس، وبكده هي هتبقى الصفحه الرئيسيه. تعال نشوف مع بعض التاثير بقى بتاع دوت. هعمل هنا سيف واقول له هنا بابليش دن، واقول له هنا فيو سايت. زي ما شايفين اهو الموقع فتح، اول ما فتح فتح على الاباوت بيج، ولو ضغطت هنا على الهوم هرجع للهوم سايت بتاعتي. طبعا ده مش منطقي طبعا، فانا هرجع ده تاني، فهاجي هنا على الهوم واختار هنا سيتنج واخليها هي الهوم بيج والدنيا ترجع زي ما كانت. ممكن اجي من جنب اي صفحه واعمل لها رينيم، ممكن تغير اسمها، او ممكن تضغط هنا وتعمل لها هايد على اساس انها ما تبقاش ظاهره في المنيو لكن هي اوريدي موجوده عندك، او ممكن تعمل لها شو تاني ترجعها فتظهر في المنيو، او ممكن تضغط عليها هنا وتضغط ديليت تحذف الصفحه، بس هنا بيظهر لك اهو علامه او مسج تاكد ان انت هتعملها ديليت، فهضغط كنسل.
ولو انت عندك صفحات هنا كتيره في الويب سايت، فبتحتاج ان انت تخلي بعض الصفحات تبقى صفحات فرعيه من التصنيفات الرئيسيه. يعني سي مثلا عايز صفحه الكونتاكت تبقى فرعيه من الاباوت اس، كل اللي هعمله ان انا هضغط هنا واقول له سب بيج، بقت كده صفحه فرعيه من الاباوت. تعال نشوف مع بعض هنا كده في البريفيو اهوت، لما بضغط على الاباوت اس بتظهر الكونتاكت، او ممكن بمنتهى السهوله تضغط عليها هنا من مانج بيج وترجعها كده تبقى صفحة عادية جدا، أو تتحرك بيها كده فتبقى صفحة فرعية. وطبعا لما بتيجي تقف هنا على المنيو وتكبرها كده شوية، هنعمل بريفيو ليها أهو، لما بتقف على الأباوت بتظهر صفحة الكونتاكت. هاجي هنا من مانج بيج وأخلي الكونتاكت رابط رئيسي. بعد كده عايز أضيف هنا لينك، يعني عايز أضيف هنا رابط لقناة اليوتيوب مثلا، فهضغط هنا على أد لينك وهختار هنا ويب ادرس، وطبعا هنا هضيف اليو ار ال او عنوان قناة اليوتيوب الخاصة بيا. فهاجي هنا مثلا من القناة بتاعتي اهوت يور تشانل، واخد هنا اليو ار ال او العنوان دوت كوبي، واجي هنا في الموقع واقول له هنا بيست، واقول له هنا يفتحها في صفحة جديدة عشان ما يقفليش الويب سايت بتاعي، واقول له هنا دن. وطبعا هنا هيطلب مني اسم اللينك، فهقول له مثلا يوتيوب واضغط هنا دن. تمام، هتحرك بس بيها كده على اساس تبقى ظاهره هنا، وهاجي هنا اعمل سيف. تمام، هلاقي الرابط هنا اتضاف، ولو ضغطت على اليوتيوب هينقلني هنا فتح في صفحه جديده قناه اليوتيوب بتاعتي. هرجع تاني للصفحه الرئيسيه، وفي حاجه هنا كمان عايز اوريها لكم في المانج بيج، حاجه اسمها هنا كرييت فولدر. هنا كاتب لك كرييت دروب داون اور سب منيو، يعني قائمه منسدله من الصفحات الفرعيه تحت ان كليكابل ايتم، يعني ايتم او عنصر مش هيبقى كليكابل. تعال نشوف مع بعض ازاي. هضغط هنا على اد فولدر، مثلا هسمي الفولدر دوت مثلا اباوت، تمام، او اباوت اس، على اساس ان هو هيبقى حاجه رمزية، على اساس مثلا ده تصنيف رئيسي ودي تصنيفات فرعية، فهخليها كلها فرعية منها كده على اساس ينزلوا من الرابط الرئيسي دوت، وديت مش هتبقى كليكابل. تعال نشوف مع بعض هتبقى عاملة ازاي. كبر بس المنيو شوية، هاجي هنا اقول له بريفيو، هقف هنا زي ما انتم شايفين اهو، ديت مش لينك، لكن اي حاجة من ديت هتلاقي علامة الهاند ظهرت عليها، فأي حاجة من ديت هتبقى رابط، لكن ديت مش هتبقى رابط على أساس إن دي اسم التصنيف الرئيسي. وأرجع هنا مانج بيج وألغي بقى الفولدر دوت، هضغط هنا وأعمل له ديليت، هيحذف لي الفولدر بس، لكن بقية الصفحات هتفضل موجودة عندي. كمان تعالوا نضيف هنا أنيميشن للصورة ديت اللي موجودة عندي. هقف هنا على الصورة وأختار هنا باك جراوند سكرول إفكت، لو ضغطت عليه هلاقي هنا بعض الإفكتات اللي ممكن نختار ما بينها. ممكن نختار مثلا افكت زي دوت بان ليفت. تعال نشوف مع بعض هنا تأثيره هيبقى عامل ازاي. بريفيو، زي ما انتم شايفين كده افضل بكتير، ونحاول ما نستخدمش افكتات كتير في الويب سايت على اساس ما يتقلش من التحميل الخاص بيه. هاجي هنا على مانج بيج واضيف بيج تانية، هلاقي هنا برضو في مجموعة من الصفحات، يعني مثلا هنا الكونتاكت مديك هنا صفحة جاهزة للكونتاكت او البروجكت. تعال نشوف البروجكت برضو، ممكن نختار صفحة زي ديت مثلا اهيت، ممكن نختار ديت واقول له اد بيج، واقول له هنا دن، وممكن احذف الرابط الخاص باليوتيوب اعمل له ديليت. تمام، هنا هعمل هنا بريفيو واختار هنا صفحة البروجكت. طبعا ممكن تدخل تعدل فيها وترفع الصور بتاعتك زي ما انت عايز، يعني ممكن ادخل هنا اعمل بس باك تو اديتور، ادي الصفحه. ممكن اجي هنا من الستريب دوت زي ما انتم شايفين هنا تو كولوم اهوت، خلاص احنا كده فهمنا. اعمل تشينج هنا للكولوم باك جراوند واختار مثلا الصوره ديت بمنتهى السهوله كده، خلاص عدلت الصوره الاولانيه. هاجي هنا برضو على التو كولوم دوت، هقف هنا على الكولوم دوت تشينج كولوم باك جراوند، تختار الصورة أو ممكن تحط فيديو من الفيديوهات اللي ويكس بيديها لنا هنا فري، زي مثلا فيديو زي دوت whatever. احنا بس بنجرب يا جماعة، ف change background. تمام، وأعمل هنا بريفيو،
اهو الصورة اتغيرت، وهنا ضاف لي الفيديو باك جراوند دوت. طبعا في النهاية نجاح اي ويب سايت بيبقى معتمد على الكونتنت، يعني الكونتنت از ذا كينج، اهم حاجة في الموقع الفاليو او القيمة اللي اليوزر لما هيدخل عندك هيلاقيها من الموقع، سواء توتوريال او سواء السيرفيس اللي انت بتقدمها وانت عارض البورتفوليو بتاعتك. لو حابب تعرف معلومات اكتر عن تصميم مواقع الانترنت على منصة ويكس، هسيب لك هنا بلاي ليست فيها اكتر من فيديو ازاي تنشئ بلوج على ويكس، وازاي كمان تخلي الموقع بتاعك متعدد اللغات باكتر من لغة. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.